تعال نروح للنسخة التانية من مهرجان القاهرة للدراما، واللي يبدأ يوم الخميس 24 أغسطس في العالمين الجديدة. معانا على التليفون الفنانة والنجمة الكبيرة إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة للدراما وفي نسخته الثانية من العالمين الجديدة. أهلا 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 بيك. أنا طولت وعطلتك، أنا آسف، بس لا أنا أبدا مبقوق ولا قوي يهمك. والله، كنت مبقوق لا جدا. معلش ولا يهمك، ربنا يخليك. النسخة التانية من مهرجان القاهرة للدراما، أنا يمكن سمعت البروموهات أو الإعلانات الترويجية بتاعته في الراديو وأنا جاي، فقالوا جملة لطيفة جدا: ما بين الاحتفاء بالماضي والاحتفال بالحاضر. هو إيه اللي طبعا هيحصل؟ السنة دي سنة خاصة جدا جدا، لأن احنا مش بس مهرجان الدراما بيوزع جوائز على الأعمال اللي عرضت خلال العام، طبعا ده مهم جدا، واحنا على فكرة السنة دي برضو مش بندي بس الأعمال اللي اتعرضت في رمضان، ولكن اللي اتعرضت طول العام. أيوه، فكان المجهود كبير جدا بالنسبة للجنة التحكيم عشان اللي ما شافش عمل يلحق يشوفه، والأعمال الحقيقة كانت كتيرة وكتير يعني فعلا يستحقوا جوائز. التميز السنة دي في حاجتين: أولا إحنا بنحتفل بمرور 60 سنة على الدراما المصرية. الله، يعني أول عمل درامي تلفزيوني اتفتح سنة 60، وأول عمل درامي كان في أواخر 62. ففات 60 سنة على الدراما المصرية، اللي هي بقى الدراما الأم للوطن العربي كله، واللي كان كل الوطن العربي بيلتف حواليها، واللي كلنا إحنا كمصريين يعني كمسلسل الساعة 7 على القناة الأولى ومسلسل الساعة 8 على القناة الثانية، كان مواعيد الشوارع بتفضى فيها يعني. فهي سنة مميزة لاحتفالنا ب60 عام على الدراما المصرية، ولذلك كل النجوم إن شاء الله حاضرين، لأن حتى اللي ما كانش ليه أعمال السنة دي هو أكيد اشتغل خلال ال60 عام. صحيح. الحاجة الثانية إحنا بنحتفي بمدينة العالمين، لأن هو اسمه مهرجان القاهرة للدراما. أيوه. السنة الجاية هيرجع للقاهرة، لكن إحنا عاملين سنة خاصة، يعني دورة خاصة جدا، إن العالمين يعني كمدينة جديدة ومدينة متميزة جدا، مدينة سياحية على أعلى مستوى، يهمنا كمان إنها توصل للعالم كله. ودايما المهرجانات الفنية زي ما هي دعاية فنية وثقافية، هي أيضا دعاية سياحية. يمكن كل المهرجانات الكبيرة في العالم، مثلا مهرجان كان، يعني كان دي بقت أشهر بلد في فرنسا عشان فيها المهرجان، أو فينيسيا مثلا في إيطاليا بقت أشهر بلد اللي فيها مهرجان فينيسيا. فبرضو أنا سعيدة أن المهرجان يقام في العالمين، وأن احنا يعني العالم كله يعرف عن العالمين، لأنها حقيقي مدينة متميزة جدا وجميلة جدا ومعمولة على أعلى مستوى. فيعني هي سنة خاصة بكل المقاييس، وإن شاء الله هتبقى حفلة كبيرة جدا فيها كل النجوم، ويعني الجمهور يستمتع بيها إن شاء الله. طيب، يمكن قلت لي شوية جمل أكتر من رائعة بالنسبة لي، وأظن بالنسبة لأي حد يعني إيه مركز في الكلام. إحنا 60 سنة دراما، وأصبح موجود في الوجدان وفي الذهن العربي إنه زمان بقى قبل ما كنا بنقول مسلسل كنا بنقول التمثيلية. فالتمثيلية العربي يعني التمثيلية بتاعت مصر، الفيلم العربي طبعا يعني الفيلم بتاع مصر، ده الذهن الجمعي العربي كله بيقول كده. اللهجة المصرية كل العالم العربي بيعرفها من الدراما المصرية والسينما المصرية، لأنها الأقدم والأهم، لأنهم اتعودوا على أنهم يسمعوها سواء في الأفلام أو المسلسلات، فبقى العالم العربي كله بيعرف اللهجة المصرية كويس قوي. طيب، ده يمكن كان مدخل ليه مش بس فنانة ونجمة كبيرة لكن صانعة، لأنه أنا دايما أبقى مصر على ده لما بنيجي نتكلم، أنت واحدة من صناع هذه الفنون، صناع السينما تحديدا، ودايما تحطي فلوسك كلها في الأفلام وما يهمكيش حاجة، وبتعمل لنا دايما فعلا أفلام حلوة. لسه امبارح والله كنت بتفرج على دورك في فيلم ريجاتا، وقاعد اللي هو قاعد مذهول بصراحة. الله، والله العظيم ما ربنا بهزر. يخليك. فربنا انا بحبه يخليك. جدا الفيلم ده، دورك بحب مذهل الدور ده. مذهل، صباح ومحمود حميدة مذهل، حاجة تخض كان بصراحة، هايل كان هايل تخض. فعلا، كان شغل حلو قوي. مخرج محمد سامي مخرج شاطر طبعا جدا طبعا. حقيقي. فهنا يمكن هسأل على مسألة ازاي
النجمة والصانعة إلهام شاهين بتشوف الدراما المصرية وتطورها على مدار الستين سنة في إطار بقى منافسة بتحصل في الدراما في العالم، ودلوقتي المنصات بقت يعني مش سايبة، بتعرض دراما من كل حتة في العالم وبكل اللغات. شوف احنا اتطورنا جدا على مستوى الصورة ويعني الأجهزة التكنولوجية الحديثة وأجهزة الإضاءة وكاميرات التصوير، كله فعلا على أعلى مستوى وأحسن من زمان بكتير. الشيء اللي أنا بفتقده في زمان الحقيقة يعني مش عايزة حد يزعل مني، لكن الموضوعات يمكن أنا حتى أن في شوية نقص بالنسبة للكتابة، بالنسبة أن ألاقي موضوع قوي يعني موضوع يعيش مع الناس ويأثر فيهم ويجمع الأسرة كلها حوالين التلفزيون، ده بقى قليل، موجود مش هقول مش موجود بس قليل، الأعداد قليلة. فنفسي نرجع للموضوعات الأدبية للكتاب الأدباء الكبار. أيوة. وناخد منهم ونحول ده لأعمال فنية، وده طول عمره كان موجود. مأخوذ عن رواية كذا للكاتب الفلاني. طبعا طبعا، أنا وأنا عيلة صغيرة لسه في سنة أولى في المعهد عملت مثلا أديب قصة الدكتور طه حسين، كان طبعا نجم نور الشريف. طبعا نور الشريف. يحيى العالمي. وكان السيناريست محمد جلال عبد القوي، بس احنا بنعمل عمل لطه حسين. طبعا. لما عملت السيرة العاشورية مثلا نجيب محفوظ. محفوظ. السيناريو محسن زايد. طبعا النجم الكبير نور الشريف. فالموضوعات دي بتبقى مهمة جدا، يعني نحن ناخد من الأدب الموضوعات الأدبية الكبيرة ومن كتابنا الكبار، لأن يعني عارف احنا عندنا ممثلين عظماء وعندنا مخرجين كبار جدا وعندنا في كل المجالات الحقيقة، واللي ورا الكاميرا بقوا مذهلين، لكن أوقات بحس إن ليه كل المجهود ده في موضوع يمكن ملوش الأثر الكبير. خلي كل موضوعاتنا تقيلة وقوية وليها أثر كبير. فيعني ده اللي أنا بتمناه للدراما، إنه ناخد من الموضوعات الأدبية لكتابنا الكبار بإذن الله. أنا أتفق معاك إن إحنا محتاجين ناخد كتير من الأدب بتاعنا، يبقى مأخوذ عن الرواية دي والقصة القصيرة دي والمسرحية دي وما إلى ذلك، ده هيسري جدا الدراما بتاعتنا. أنا بشكرك جدا 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 النجمة الكبيرة الفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم بمهرجان الدراما.